أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع برنامجكم الأسبوعي جولة الكاميرا، والذي يسعدني أن أقدمه نيابة عن زميلي فايز الحسيني الذي اعتذر لظروف خاصة. فأهلا بكم معنا ونبدأ جولتنا لهذا اليوم. عزيزي المشاهد، لكل من يهمه عالم الجمال والأناقة وآخر صيحات الموضة، أقيم في فندق ريجنسي هوتيل معرض عالم الهدايا، فتعالوا معنا نتابع هذه الجولة في هذا المعرض. أعزائي، في بداية الجولة في هذا المعرض كان لنا هذا اللقاء مع السيد محمد العبد الهادي المدير العام لمركز ديرة للدعاية والإعلان. مساء الخير أستاذي. مساء النور، يا هلا ومرحبا، حياكم الله. ممكن تحكي لنا عن الفكرة الأساسية بإقامة هذا المعرض؟ والله الفكرة نتيجة دراسة للسوق، وحبينا نسوي الفكرة بحيث نسوي معرض خاص في الهدايا، سمينا معرض عالم الهدايا، يكون فترته مع نهاية امتحانات الثانوية العامة، على أساس أن الآباء يجون يشترون هدايا، يعني تكريما لنجاح الابن بعد ما يتعب بالدراسة وكذا. والحمد لله، لله الحمد، وفقنا في هذا المعرض في مشاركة كبرى الشركات من داخل الكويت ومن خارج الكويت. كيف كان الإقبال على المعرض؟ والله الإقبال يعني ما كان قوي جدا، كان يعني وسط، لأن تعرفين يعني كأس العالم وأثر على السوق العالمي بشكل عام وداخل الكويت، إن طبعا الزبون يعني إذا رب الأسرة يبي طالع التلفزيون فحم الزوجة تضطر أنها تقعد تطالع التلفزيون والأولاد وكذا، فهذا طبعا أثرت على السوق بشكل عام. إذا هل هناك نية لإقامة معارض مشابهة في المستقبل؟ طبعا لا خلاف، لان احنا دورنا لابد يكون دور فعال في تقويه السوق والمشاركه، ودور بحيث ان نتحرك مره ثانيه ونجمع شركات ونقيم معرض ثاني بحيث نختار له طبعا عده افكار جديده وعده شركات جديده ونحاول نقيمه بشكل قوي جدا. هل يتميز المعرض باسعاره وبخصوماته او بمعروضاته؟ ولا خلاف، يعني المعارض عموما يعني تتميز دائما باسعارها مناسبه جدا، لان التاجر لما يشارك المعارض هو مو شارك يعني بهدف البيع، هو هدفه اعلان، يعني لما يعرض باسعار رمزيه وكذا هدفه من عنده هو جذب الزبون للمحل الاساسي، ولا يعني طبعا التاجر حقه فتح محل وتعب وخسر على اساس انه يجذب الزبون الى محل الاساسي، فمشاركه التجار مشاركه لهدف الاعلان على اساس انه حتى الاسعار بالتالي تكون اسعار رمزيه لجذب الزبون الى المعارض. كما شاهدنا الأجنحة وشركات مختلفة، المعروضات مختلفة أيضا، ما كان السبب في ذلك؟ هو مثل ما أنت تفضلتي، هو المعرض على أساس يكون الهدايا، فلا بد تكون عدة شركات مشاركة من الساعات والعطور والمكياج، كل هذه الشركات احنا حطيناها في المعرض هذا هدفا هو يكون معرض احتياجات كل الجميع. نعم. إلى متى سيستمر هذا المعرض؟ والله إن شاء الله راح يستمر المعرض هذا لغاية يوم السبت إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ندعو كل الزبائن أنها تجي، وخاصة عرس النسائي، لأن في وايد وايد مفاجآت حقهم في هذا المعرض. المفاجآت هذه إحنا قعدنا فيها تقريبا 5 أشهر من الجهد والتعب على أساس نسوي هالمعرض هذا، فحضورهم إن شاء الله بكرة راح يسعدنا ويسرنا إن شاء الله. يا ترى كيف الأسعار بتختلف عن الأسعار العادية بالمعرض أم لا؟ والله الأسعار يعني دائما بالمعارض ننزل فيها عن محلات لأن يعني أساس نكسب الزبون حتى يجرب شغلنا، وإذا جرب شغلنا يأتينا بالمحل. نتمنى لكم التوفيق. جزاك الله الخير. مساء الخير أستاذ. يا هلا مرحبا. ممكن تحكي لنا بس عن المنتج اللي مشاركين فيه بالمعرض؟ والله نحن جايبين وكالة من بيروت بالنسبة للخزانات، هذه جديدة في البلد. أولا الغطاء تبعها قلاووز، وثانيا صالحة لماء الشرب، وثالثا تتحمل حرارة البلد، وعدة ألوان وعدة أحجام. نعم.
ماذا ايضا؟ وعندنا احواض زهور برضه بنفس الماده من ماده البوليتيلين. عندنا حواجز للترقات، وعندنا سلات للمهملات، عندنا طبليات للمخازن تحمل 5 طن. تحط عليها بضاعة 5 طن، بيجي الفوركليفت بيحملها من 4 ميلات. نعم. وعندنا من جميع الخزانات الموديلات. نعم. مثل ما ذكرت حضرتك إنه المواد مصنعة من مواد مناسبة لجو الكويت. نعم، ومطهرة برضو. نعم. نفس المواد صالحة لمية الشرب، فيها مطهر لمية الشرب، بتتحمل حرارة. وصحيح. وقريبا جدا جايينا خزانات عازل، في بقلبها عازل 4 سنتي، خزان ضمن خزان بتبرد المياه على السطح. أعزائي برنامج جولة الكاميرا يهنئ جميع الطلبة والطالبات الناجحين في مدارسهم، وبهذه المناسبة كان لهم هذا الحضور في مدرسة العديلية بنات بمناسبة حفل تخريج الدفعة الأولى من طالباتها، فتابعوا معنا. Thank you.
عبدالله يوسف لدويخ تشعيب علوم 93 إن شاء الله ناوي أدخل كلية الهندسة هندسة صناعية. نير عبدالله عبد الجادر تشعيب تجاري 3.39 إن شاء الله حدش علوم إدارية. اسمي هيا خالد بقريس تشعيب تجاري معدلي 3.1 بديش كلية الأدب. وحدي تفوقي حق أهلي ورفيجاتي. معالي خليفة عبد الله تشعيب علوم 3.72 أهدي نجاحي للكويت واسمه أمير البلاد المفدى والأسرتي وبالأخص أمي وأخواني. الخريجة لولو علي كالندر الكندري تخصص رياضيات معدلي 3.99 وأنا بهاليوم صراحة ماني قادرة أوصف شعوري لأن صراحة ولانسة وبعد مرحلة طويلة أخذناها وتخرجنا وإن شاء الله ناوية هندسة. طالبة لطيفة عبد الحمار السالم تشعيب علوم معدل 2.74 أهدي تفوقي ونجاح لوالدتي ووالدي ودلت الكويت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم هدي محمد الحساوي تشعيب علوم 3.70 وهدي نجاحي حق أمي وأبوي. شيماء عبد العزيز خورشيد تشعيب لغة إنجليزية معدلي 3.88 وإن شاء الله أنوي دخول كلية العلوم الإدارية. الخريجة هبة جاسم محمد تشعيب الرياضيات معدل 3.55 وإن شاء الله أنوي دخول كلية العلوم وأهدي تفوقي هذا لدولة الكويت وسمو الشيخ جابر ولي عهد سعد وكما أهدي لأمي وأبوي. الخريجة لولو حمود السعدون تشعيب إنجليزي معدلي 3.55 أنوي دخول كلية العلوم الإدارية. الخريجة هدي الشمري تشعيبي رياضيات أتمنى إن شاء الله أروح طب أسنان. خريجة هي محمد عثمان الخضر معدلي 3.73 تشعيب إسلامية وإن شاء الله أدش الآداب. شكرا. الخريجة هالة سليمان الجار الله تشعيب علوم معدلة 2.79 إن شاء الله كلية العلوم داشة. بسم الله الرحمن الرحيم أنا خريجة فاطمة صالح لشعيب معدلة 2.40 إن شاء الله أتخرج إن شاء الله دش جامعة الكويت علوم إدارية إن شاء الله شعور اليوم لا يوصف بالنجاح والفرحة. شكرا. اسمي نور العتيجي تشعيب تجاري معدل 3.39 ناوي أدرس حقوق أهدي نجاحي حق رفيجتي أمين الثاجب وأمي وأبوي. اسمي أول شيء فاطمة سلمان حمد بحو تشعيب تجاري أهدي نجاحي إلى والدي العزاء وبالذات إلى أمي. شكرا. منيرة محمد المخيزيم ثانوية العدالية حاصلة على معدل 4 نقاط إن شاء الله تشعيب علوم وإن شاء الله ناوي أدش كلية طب الأسنان. شيماء سعد الشريدة حصل على معدل 3.33 تشعيب تجاري وإن شاء الله أدخل كلية العلوم الإدارية. نور بدر الجار الله حصل على معدل 2.79 وأنوي أدخل كلية التربية الأساسية. شروق خالد القحطاني حصل على معدل 3.80 وإن شاء الله ناوي أدخل كلية العلوم الإدارية. أنا الخريجة حنان عادل العسلاوي تشعيب إنجليزي 3.83 أهدي نجاحي وتخرجي حق أمي وأبوي ويدتي وكل أصدقائي. أنا طالبة حاجة محمد السيراوي من ثانوية العدالية أهدي نجاحي حق أمي وأبوي وأصدقائي
وصديقاتي وحاصلة على معدل 2.90. شكرا. أنا طالبة أمل عبد المحسن الحبشي، أهدي نجاحي حق أمي وأبوي وحق جدتي وحق أبلتي أبلة خلود. خريجة عهود صالح، أهدي نجاحي وتخرجي حق أمي وأبوي وأهلي وصديقاتي. بدوري حشطي، تشعب تجاري، أدش كلية التربية أساسية. دلال مبارك المبارك، حاصلة على 3.48. أنوي إن شاء الله دخول جامعة الحقوق. اسمي ريم غسان بيدس، معدلي 3.53، إن شاء الله أنوي التحق بكلية العلوم الإدارية جامعة الكويت. نجود سعود نصر الله، تشعيبي تجاري، معدلي 3.28، إن شاء الله أدش كلية التجارة. لطيفة سليمان الحمد، تشعيب علوم، معدل 4 نقاط، تخرجت 3.5 سنين، الحمد لله دشيت كلية الهندسة، وأهدي نجاحي حق أمي وأبوي وخواتي وسرتي وكل مدرساتي. طالبة مها أحمد الهاجري، حاصلة على 4 نقاط، تشعيب علوم، أتمنى أني أدخل كلية طب الأسنان وأهدي نجاحي حق أمي وأبوي. الطالبة هبة بدر الزداراوية، حاصلة على معدل 4 نقاط، تشعيب علوم، طموحات المستقبلية أني أدش كلية الهندسة قسم المدنية وإن شاء الله يوفقني في حياتي. أهدي نجاحي حق أمي وأبوي عائلتي كلها ومدرساتي وناظرتي وشعب الكويت وأميرها. الطالبة مها عبدالله الأيوب، حاصلة على معدل 3.90، أتمنى الالتحاق بكلية العلوم الإدارية وأهدي نجاحي لأمي وأبوي. مشاعل صلاح العريفي، ثانوية الإعدادية، معدل 3.20، تشعيب تجاري، أتمنى أهدي نجاح حق أمي وأبوي وإن شاء الله أدخل كلية التجارة. الطالبة فاطمة يوسف المطار، حاصلة على معدل 53، أهدي نجاح حق أمي وأتمنى الالتحاق في العلوم الإدارية. اسمي الطالب ابتهال فهد يوسف شرقاوي، حاصل على معدل 3.55، أتمنى الالتحاق بكلية الهندسة إن شاء الله. بسم الله، الطالبة وصال طارق زيدان، حاصل على معدل 3.58، أتمنى الالتحاق لكلية العلوم الإدارية. سارة عبد الله العبيدان، 3.57، أهدي تخرجي حق أمي وأبوي. تشعيب علوم، حاصل على معدل 3.90، وأتمنى أدش كلية الطب وأهدي نجاحي حق أمي وكل أهلي. طالبة ريهام خالد الشريعان، تشعيب تجاري، معدل 3 نقاط، أهدي تخرجي لأمي وأبوي وأتمنى أني أدش كلية العلوم الإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلوى الحسيني، ناظرة الثانوية العديلية مقررات. مثل ما أنتم عارفين الثانوية تأسست سنة 1994، احنا اليوم نخرج أول دفعة من مدرستنا ثانوية العديلية مقررات، عددهم 120 طالبة، فيهم 4 حاصلات على 4 نقاط، خريجات بمرتبة شرف، امتياز مرتبة شرف، واحدة من الطالبات تخرجت ب3.5 سنين. راعي الحفل اليوم مشكور الدكتور مساعد الهارون وكيل وزارة التربية. تحبون أتطرق لبعض الأنشطة اللي ذكرناهم اللي كانت في المدرسة؟ أنتوا عارفين طالبات المدرسة يشوفون بقية المدارس ويطمحون في المزيد والأفضل لهم، فهم الطالبات نفسهم 4 طالبات اختاروا 4 طالبات وراحوا وزاروا الدكتور مساعد وقدموا له دعوة وحددوا معه اليوم والتاريخ. رقم 2، اتفقوا مع المصورين والإعلان والمسرح الكراسي لتجهيز المكان. اللي قاموا على هذا الحفل طبعا مدرسات المدرسة، سواء قسم التربية الرياضية أو مدرسات الديكور ومدرسات التربية الفنية. يمكن أنتم شفتوا بعد مسرحنا كلها لوحات، اللوحات ترى هي شغل الطالبات، من إنتاج الطالبات، شغلهم الفني اليدوي. عندي الحفل الموسيقي، يمكن شفتوا طالباتي يعزفون نفسهم، الخريجات قعدوا وعزفوا، طالباتي من أنشطتهم الخريجات الموسيقى وفازوا في أوبرا عايدة، وقدموا اليوم جزء من أوبرا عايدة للحفل. يمكن تتساءلون عن متى بدت مدارس المقررات تقيم مثل هذه الاحتفالات
وتقلد المدارس الأجنبية في تخريج الدفعات اللي عندها بعد القزو. هي كل المدارس كانت تتخرج ولكن بشكل تقليدي داخلي في طابور المدرسة بحضور أولياء الأمور وينتهي الموضوع. يمكن ما بعد القزو من أثناء دراستهم برا الكويت اللي بلندن واللي بأمريكا وما شابه ذلك من الدول شافوا هذه الأشياء وحبوا أن يقتدون فيها، فبدأوا يفكرون بحفلات التخرج. وهذه الأيام أنا من يومين بعد شفت حفلة بنين نفس الشيء بالقبعات والأرواب مسوي لهم حفل تخرج. أفكار الأرواب يمكن إذا تحبون تعرفون عن أفكار الأرواب، الطالبات نفسهم حددوا الموديل اللي هم محتاجينه والشعار اللي يحبون يحطونه، وطبعا اتفقوا مع خياطة وخاطت لهم هذه الأرواب. بالنسبة لاستعدادات الحفل، مثل ما أنتم عارفين محتاج الحفل إلى استعدادات، فكوننا فريق عمل من الأسرة المدرسية اللي هم المدرسات والإداريات والطالبات بما فيهم طبعا الطالبات مثل ما أنتم شفتوهم ضيافة واستقبال وما شابه ذلك، هم اللي أعدوا لهذا اليوم بالكامل. وطبعا هم لهم الشكر الأوفر والكبير لجهودهم الجبارة اللي بذلوها لإنجاح هذا الحفل. إن شاء الله إن شاء الله يكونون أولياء الأمور اللي هم لهم الحفلة ولبناتهم ارتاحوا، وأسعدهم هذا الحفل وأسعدهم هذا اللقاء ببناتهم الخريجات، وإن شاء الله تفوق دائم ويشوفونهم متخرجين من الجامعة، وألف شكر. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ونصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه. حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل، مع السلامة. Thank you.